مرحبا بكم الناس الكل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القناة الوحيدة الناقلة لمباراة تونس والكاميرون. يستضيف المنتخب الوطني يوم غد في رادس نظير الكاميروني انطلاقا من الساعة 6 في إطار مباراة دولية ودية قبل مواجهة ليبيا في نوفمبر القادم في إطار تصفيات الكان 2020، وستبث قنوات الدوري والكأس المواجهة بعد تواصل الخلاف بين التلفزة التونسية والوطنية، كما قلنا التلفزة الوطنية الأولى والجامعة التونسية لكرة القدم، يعني مباراة تونس والكاميرون يوم غد باش تعديها قناة الدوري والكأس.